صحابي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الحدوتة اللي فاتت. اهلا بيكم في حيوانات حواديت ماما نور. عاملين ايه؟ يلا نبدأ الحدوتة بتاعتنا. يا صباح الخير، يا اللي معانا يا اللي معانا، واحد اتنين واحد اتنين تلاتة أربعة، هوبي واحد اتنين تلاتة أربعة، هوب 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 هوب. يا جماعة ازيكم، عاملين ايه يا أصحابي؟ أنا دكتور زرافة وده بيتي الجميل، ولازم أعمل تمرينات الصباح عشان أبقى قوي، وأغسل سناني الصبح علشان سناني تبقى قوية ومتقعش مني. عاملين ايه؟ تعالوا نبدأ الحدودة بتاعتنا، أنا النهاردة عندي مشوار مهم جدا ولبست أهو. يلا بقى البس بسرعة علشان عندي مواعيد مهمة جدا جدا، رايح النهاردة مدرسة الحيوانات، وسمعت ان في قرد شقي بيعمل شقاوة كتير، والنهاردة هياخدوا حقنة التطعيم بتاعة الكورونا، لازم ناخد الحقنة بتاعة التطعيم. يا انا تعالي يا انا، انا دي المساعدة بتاعتي يا جماعة، رحبوا بيها. قوليلي، حضرتي الحقن بتاعة الاطفال الحيوانات اللي هنروح المدرسة النهاردة علشان نديهم التطعيمات؟ وخلي بالك الاولاد هناك اشقية قوي، اكتر واحد شقي مش هنديله حقنة واحدة، لا هنديله اتنين. يلا طب يا دكتور بسرعة عشان ما تتأخرش، انا جهزت لك العربية تحت وانا هاجي وراك بالباص، وطبعا اي حد هيعمل شقاوة بدل الحقن هياخد اتنين. النهارده زحمة أوي كده ليه؟ ولا النهارده عشان بداية الأسبوع؟ أنا كده هتأخر على الولاد عشان أديهم الحقن بتاعتهم، وبعدين بقى يا رب يا رب عدي النهارده على خير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بالراحه بالراحه يا كلب بالراحه، انت كده هتكبتني، انت مش شايف ولا ايه؟ مش حرام عليك بقى، امشي بنظام شويه. اهلا اهلا يا دكتور زرافه، عامل ايه؟ انا عندي شغل والله يا دكتور زرافه، عشان كده انا كبتك. انت رايح تدي للولاد الحقن في المدرسه؟ باك 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 يا جماعه، شويه نظام بقى، نهدى شويه يا جماعه عشان نشوف موضوع الباك باك باك باك، نشوف موضوع الحقنه اللي احنا هناخدها النهارده دي بتاعت التطعيم. باك باك باك، انا خايف انا خايف. خايفه من ايه بس يا بطه؟ ده احنا القرود هناخد حقنتين وانت تاخد حقنه واحده. اما الزرافه، بابا الزرافه مش قادر امسك نفسي. باباك هو اللي هيدينا الحقنه. جري جري، خايف خايف. شوية مع بعضينا مذاكرة ايه يا عم اللي هتذاكرها؟ اهم حاجة اللعب والتنطيط والهزار. خد بس تعالى. على فكرة بقى، أنا مش خايف من الحقنة عشان أنا شجاع، لأن الحقنة دي حتة صغننة خالص ومش بتخوف، والمذاكرة مهمة كمان يا أسد، خلي بالك عشان ننجح. وانت كمان يا نمور قاعد لسه كل ده بتذاكر ولا بتتكلم ولا بتنطق؟ انت على طول هادي كده يا عم، ما تقوم يا عم العب معايا بقى يا عم، انا زهقت. مساء الخير، ازيك يا نمور، عامل ايه؟ انت قاعد، انا خايفة قوي يا نمور، انا خايفة، انا عايزة امشي من المدرسة دلوقتي، انا خايفة الدكتور زرافة جاي. حاضر، رايح افتح للدكتور زرافة، اهو نازل اهو. اهلا اهلا يا دكتور زرافة، نورت مدرستنا. على فكرة اقول لك على حاجة، انا مش خايف من حقنة التطعيم. شاطر شاطر يا نمور، على فكرة الحقنة ما بتوجعش خالص، وانا جاي النهاردة جايب لكم حقنة صغننة خالص هناخدها عشان كورونا. اجري اجري يا ألسة شوية، انت مالك اتأخرتي كده ليه؟ ايه يا بنتي فينك ده كله؟ اسفة يا دكتور، والله المشوار كان طويل قوي والباص اتأخر عليا والدنيا كانت زحمة، اعذرني يا دكتور. حصل خير يا انا، مفيش اي مشكله. يلا خدي الشنطه بتاعتي من العربيه وحضري الحقن، وسبقيني على الفصل بتاع الولاد علشان خاطر ندي القرد حقنتين. اهلا اهلا يا فيل، منور. انت رايح على فين كده يا فيل؟ قولي. معلش بقى يا دكتور زرافه، انا هضطر امشي عشان بابي ومامي واقفين لي بره، لان انا تعبان وما ينفعش وانا تعبان وسخن اخد حقن التطعيم. برافو عليك يا فلافيل وبرافو، ما ينفعش يا ولاد ناخد حقنة واحنا سخنين، لو احنا سخنين ولا تعبانين ما ينفعش. اهلا 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 يا قرودة، عاملة ايه يا قرودة، كويسة؟ ازيك يا دكتور زرافة، عامل ايه؟ انا جاية اقولك ان انا سعيدة قوي ان انا شفتك، وان انا مش خايفة اخد الحقنة خالص. برافو عليكي يا قرودة برافو. يلا بقى نطلع على الفصل عشان ندي للولاد الحقن ونقعد نتكلم معاهم، وانت يا فلافيلو خلي بالك من نفسك، مع السلامة.
الصوت الصوت يا ولاد، شوية هدوء شوية هدوء من فضلكو علشان نتكلم مع بعض، ومش عايز حد منكو يخاف. انا جاي اقعد معاكو اهو مبسوط. انا جاي اتكلم معاكو يا ولاد النهارده. احنا ليه بناخد يا ولاد الصوت لو سمحت، احنا ليه بناخد حقنة التطعيم؟ احنا بناخد حقنة التطعيم علشان خاطر نحافظ على نفسنا من الامراض المعدية زي فيروس كورونا وزي فيروس البرد. انا مش عايزكم تخافوا ابدا ابدا يا ولاد من الحقنة، ده هي حاجة بسيطة خالص خالص وهتتبسطوا جدا النهاردة. يا ولاد اسمعوني هنا، انا استاذ بغبغان وراك اهو، اسمعوني لو سمحت. يا قطه اوعي تخافي من اي حاجه يا قطقيتو، دي حقنه صغنونه خالص وما تخافوش. انا على فكره خدتها، وقروده وفلافيلو، فلافيلو هياخدها بكره، وقروده خدتها ومشيت عشان شفت قروده شاطره ازاي. عايزاكم تبقى شاطره زيها. مياو مياو. حاضر يا استاذ بغبغان، حاضر، هحاول ما اعيطش. مش هعيط اهوت خالص. بابا 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 انا زرافة يا بابا، هي الحقنة بتوجع يا بابا؟ انا عارف ان انت الدكتور بتاعنا، بس انا خايف برضو منك يا بابا. بس انا عارف يا بابا ان انت قلتلي في البيت ان لازم اخد حقنة التطعيم عشان ما فيش امراض وحشة تجيلنا، وانا مش خايف يا بابا، انا شاطر وقوي زي حضرتك. على فكرة بقى يا زرافة، الاسد اقوى من اي حد، وانا مش خايف من الحقنة خالص خالص، وشطورة في المدرسة كمان يا برافو برافو عليك يا اسد الغابه. على فكره بقى انا عامل لكم مفاجاه كبيره قوي قوي هتشوفوها دلوقتي، غمضوا عينيكوا بسرعه. يا رب يا ولاد الحدوده تكون عجبتكم، ومش عايزاكم تخافوا من اي حقنه. تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبولي في الكومنتات ايه رايكم في الحدوده. باي باي.